إن غدا لنظيره لقريب. على الهاتف الناقد الرياضي الكابتن محمد عراقي من الإمارات. كابتن محمد ازاي الحال؟ اهلا بيك يا دكتور، برحب اهلا بيك بحضرتك واهلا على بكل شاشة المشاهدين. القناة الأولى المصرية كواليس. اهلا بيك واهلا بكل المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. كواليس بقى اكيد انت هتنقل لنا كواليس ما يدور في القلعه الحمراء، الاستعدادات النهائيه، ما يدور في القلعه البيضاء والاستعدادات النهائيه. كابتن محمد اتفضل. خلينا نبتدي بس من اول اليوم النهارده، لان النهارده طبعا كان يوم يعني حافل جدا بشكل كبير، كان خلال المؤتمرات الصحفيه الخاصه بتقديم المباراه النهائيه ومباراه تحديد المركزين الثالث والرابع، وكمان التدريبات المفتوحه للاربع فرق او جزء من التمرين مفتوح للاربع فرق النهارده ان شاء الله. يعني في البدايه طبعا كانت مواجهه او المؤتمر الصحفي لنادي سيراميكا وكابتن ايمن رمادي، فمن قبل طبعا بيراميدز والمدير الفني بيراميدز كان يتكلم عن يعني ان فرقته كان يستحق طبعا الوصول للمباراه النهائيه، وان لولا سوء الحظ كان فريقه كان ممكن يلعب على المباراه النهائيه، ولكن بعد خساره مباراه سيمي فاينل فبالتالي هو هيلعب على المباراه ان هي تكون بمثابه التجهيز للعيبه اللي ما شاركوش في المباراه الاولى. يمكن كابتن ايمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا اتفق معاه بشكل كبير برضه في الهدف من المباراه، ان برضه هدف نادي سيراميكا هو تجهيز عدد كبير جدا من اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد. ظهر على تصريحات المديرين الفنيين سواء لسيراميكا او بيراميدز الحزن طبعا، يعني كانوا هما الاثنين ياملوا ان هما يوصلوا للمباراه النهائيه، خصوصا ان كل النقاد وكل المتابعين للمباراتين اكدوا ان سيراميكا كان افضل من النادي الاهلي، وكمان بيراميدز كان افضل من الزمالك. يمكن برضو علامات الحزن ظهرت اكثر كمان على كابتن ايمن الرمادي، اللي رغم الاستحسان الكبير اللي لقاه ولقى من النقاد والاعلاميين اللي كانوا متواجدين بسبب المستوى الكبير اللي قدمه نادي سيراميكا، ولكنه كان زعلان جدا ومتضايق، واكد ما دام ما كسبتش يبقى انت ما عملتش الهدف المطلوب، وان هو هيحاول يعني وهيجتهد بشكل كبير خلال الفتره اللي جايه ان هو يشتغل ان انت ازاي تكون كويس وفي نفس الوقت تكسب. نروح بقى اسمح لي بس النهائيه استوقفك قبل ما ننتقل للمباراه النهائيه. استاذ محمد كولر المدير الفني للاهلي او جوميز المدير الفني للزمالك، يمكن كولر اتكلم طبعا عن جاهزيه فريقه للمباراه، وان هو رغم اللعيبات اللي موجوده ولكن في لعيبه كتير قادره ان هي تسد مكان اللعيبه اللي موجوده، وان طبعا فرقته بيطمح لتعويض خساره السوبر الافريقي، وان الفريق لا يعاني من اي مشاكل كما تردد. طبعا كان اكيد بيلوح لقصه كهربا. بعض الاسئله كانت بتتكلم مع كولر ومع كابتن محمد الشناوي كمان كابتن النادي الاهلي اللي كان حاضر المؤتمر عن امكانيه وجود طبيب نفسي للفريق لحل بقى المشاكل اللي موجوده في الفتره الاخيره، طبعا اكيد بالاشاره لقصه كهربا، ولكن يمكن كابتن محمد الشناوي كان حاسم جدا وحاد جدا في رده، واكد ان الفريق ما عندوش اي مشاكل وان دلوقتي كل التفكير في المباراه النهائيه، وان الفريق على قلب رجل واحد، وحتى لو حصلت مشكله فهي مشكله عابره وتم اتخاذ فيها قرار، وبالتالي مش من الافضل ان احنا نتكلم فيها، واكد على جاهزيه لاعبيه لاسعاد جمهور النادي الاهلي. على الجانب الاخر مستر جوميز دخل المؤتمر واكد على قوه النادي الاهلي، وحتى استغرب بشكل كبير من الكلام اللي بيتقال عن ان الاهلي مش في افضل احواله وان الاهلي مستواه تراجع، اكيد الاهلي ما تراجعش مستواه من يوم وليله، وان الاهلي ده هو اللي خد دوري ابطال افريقيا، والاهلي هو اللي خد بطوله الدوري، بيملك عناصر كبيره جدا وبيملك عناصر قويه دوليه بتلعب دايما على اخطاء المنافسين وبتحاول دايما يعني تمارس الضغط العالي وبتلعب في المساحات الخلفيه للمنافسين، وبالتالي الاهلي فريق متمرس وعنده مدير فني كبير، وقال ان التصريحات اللي شبه كده بتكون تصريحات تنويم مغناطيسي، وقال ان هو لن يقبلها وان هو مركز مع المباراه رغم طبعا الاحداث الكبيره جدا اللي بتواجه فريقه، وطبعا عارفين طبعا الازمه الكبيره اللي بتواجه نادي الزمالك، وبالتالي هو اكد ان هو برده في نفس الوقت مركز بشكل كبير وان هدفه هو الفوز بالبطوله. طبعا بعد كده كان في يعني ربع ساعه تمرين في التمرينات كلها مفتوحه للفرق الاربعه حضرتها وسائل الاعلام، يعني ظهر طبعا في معسكر الاهلي والزمالك بينها المباراه الاهميه او المهمه، التركيز الكبير من اللعيبه، التركيز الكبير من الجهاز الفني رغم المشاكل اللي بتدور حوالين المعسكرين، ولكن التركيز كله دلوقتي هو الفوز بالمباراه. بالنسبه للتذاكر يمكن برضو التذاكر تقريبا نفذت خلاص، المباراه ان شاء الله يعني ملعب محمد بن زايد هيكون ممتلئ عن اخره، حكم المباراه الحكم الدولي الكبير كابتن امير عمر اللي كلنا طبعا بنثق فيه وبنثق في التحكيم المصري طبعا، هو ان شاء الله يقدم صوره جيده جدا، وكابتن امير عمر واحد من افضل الحكام مش في مصر بس، لا في قاره افريقيا كلها. استقبال الاماراتي هنا طبعا من جانب الاماراتي استقبال رائع واستقبال جيد جدا للفرق كلها وللبعثه الاعلاميه وحتى الجماهير اللي بتجد ثلاثه كبيره في دخول المباريات، التنظيم رائع وعلى اعلى مستوى، وفي يمكن حاله كبيره جدا من التنسيق سواء من مجلس ابو ظبي او اتحاد الكره المصري
او رابطه الانديه المصريه. يمكن النهارده وصل الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري بعد طبعا وجوده في اثيوبيا خلال الفتره الاخيره، وموجود طبعا اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره. ان شاء الله باذن الله بكره يكون يوم جيد جدا على كل المستويات، ويكون يوم حافل وتظهر الكره المصريه وتظهر الكره المصريه وجهها الحسن باذن الله. محمد، النهارده كان كابتن خطيب كان طبعا بعد ما اجتمع مع كولر كان واقف مع اللعيبه، لو تعرف تنقل لنا كواليس هذا الاجتماع المصغر ما بين كابتن محمود الخطيب ولاعيبه النادي الاهلي. اكيد تاكيد كابتن محمود الخطيب، يا جماعه انسوا خالص الكلام اللي بيتقال، انسوا المشاكل اللي دايره، ما تركزوش بقى ولا في مشكله كهرباء ولا في مشكله كهرباء. هدفنا اسعاد الجماهير، الجمهور متضايق من ساعه خساره السوبر الافريقي، عايزين نستغل اكيد المشاكل اللي عند المنافس، عايزين نكون مركزين، عايزين نرجع جمهورنا اللي هيكون موجود يكون سعيد. اكيد مباراه السوبر بتكون بمثابه دفع للموسم، لما بتكسب السوبر ده بيمثل لك دفعه كبيره في بدايه الموسم، على عكس لما بتخسر بيكون الامر صعب وبتكون بمثابه ضربه في بدايه الموسم. فبالتالي كابتن محمود الخطيب حتى وجوده من اول يوم في المعسكر فده دليل على التركيز في المباراه، التركيز في البطوله، اهميه البطوله خصوصا بعد خساره السوبر الافريقي، ووجود طبعا كابتن محمد رمضان المدير الرياضي. اكيد منظومه النادي الاهلي بالكامل عارفه اهميه المباراه ديت، واكيد كلام كابتن محمود الخطيب كان بيتكلم في الجزئيه دي. شكرا جزيلا زميلنا محمد عراقي من الامارات، كنت معنا ناقلا لتفاصيل كاس السوبر ما بين الاهلي والزمالك. شكرا جزيلا لك.